أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. دعا الأمين العام لتنسيقية أعوان وإطارات وزارة الصحة شكري المبروكي خلال لقاء إعلامي عقد أمس بالعاصمة. دعا رئيس الجمهورية ووزيرة العدل ووزير الداخلية إلى فتح بحث قضائي ضد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي وأعضاء الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد بسبب ما اعتبره تجاوزات خطيرة يرتكبونها في حق القطاع ومنتسبيه ودعواتهم المشفرة للاقتتال بين أبناء قطاع الصحة والتمييز فيما بينهم على حد قوله. وأضاف أن التنسيقية تأسست سنة 2021 من أجل الدفاع عن حقوق منتسبي القطاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمعنوية، ومن الطبيعي أن يطلب منتسب التنسيقية من الوزارة إلغاء مبدأ الاقتطاع الآلي لمعلوم الانخراط لفائدة نقابة اتحاد الشغل والسماح بتحويل الاقتطاعات لفائدة التنسيقية، قائلا أن هذا الأمر لم يعجب طبعا النقابة التابعة لاتحاد الشغل التي اتهمت بالتحيل والكذب على أبناء القطاع وفق قوله. ودعا المبروكي وزارة الصحة العمومية إلى إلغاء مبدأ التفرغ النقبي الذي يتمتع به العديد من الأشخاص، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يتمتع المتفرغون والملحقون بالاتحاد العام التونسي للشغل على المستويين المركزي والجهوي بمنح وأجور قارة وبكل الامتيازات ومنها الترقية المهنية والوظيفية دون القيام بأي عمل، معتبرا أن هذا الأمر يتواصل منذ سنوات وحان الوقت لإعادة النظر فيه لتداعياته الكبيرة على التوازنات المالية لمختلف مؤسسات القطاع. من المنتظر أن تنطلق الجلسة العامة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب في حدود الساعة 10 من صباح اليوم، وستقتصر التغطية الإعلامية للجلسة على التلفزة الوطنية ووكالة تونس أفريقيا للأنباء. في أخبارنا الدولية، أعلنت محكمة جزائرية أمس تأجيل محاكمة الصحفي الجزائري الموقوف منذ ديسمبر الماضي أحسن القاضي إلى 26 من مارس، ويلاحق القاضي مدير محطة راديو أم الجزائرية وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري بتهمة تمويل أجنبي لشركته بموجب المادة 95 مكرر من قانون العقوبات. كان هذا موجز لأهم الأخبار من إذاعة الحياة فام، لكم أجمل تحية. تام حمدي في أمان الله.